حب المراهقة ما بين معارضة الأهل وضوابط بيضعها المراهق. يا ترى لو إجا ابنك أو بنتك بسن المراهقة، وطبعا كلنا بنعرف إنه هالمرحلة حساسة جدا، لو إجا وقال لك إنه معجب بفتاة معينة أو العكس، هل يا ترى رح تتقبل الموضوع وتحتوي وتستوعبه، أم رح يكون في رفض قاطع اتجاهه؟ خلينا اليوم نشوف شو رأي الشارع الأردني بالموضوع وشو أجوبتهم. والله شوف يعني مرحلة المراهقة يعني سن صعب يعني بداية الشباب، ما راح تفهمه يعني أكيد راح تفهمه يعني 100%. يعني لو واحد من أبنائك بسن المراهقة إجا وقال لك إنه عنده مشاعر عاطفية تجاه شخص آخر، هل ممكن تستوعبه وتحتوي أم رح يكون في رفض قاطع من اتجاهك؟ والله أكيد لازم أستوعبه وأحتويه، وأول عن آخر لازم أصاحبه وأنصحه، لأنه إذا ما نصحته سن مراهقة، يعني سن المراهقة أنا بتهيألي زيه زي سن الشهرين والثلاث شهور، يعني بده يتأقلم، لازم يتعوده، لازم تنصحه، بده يفهم الصح من الغلط. إذا ما كان في إرشاد وفي توجيه ما استفاد، بعدين العفو يعني جل من لا يسهو، وإذا ما غلط ما راح يتعلم. هو أنا يعني بالنسبة لي بفضل الصراحة في كل يعني الأمور، خاصة عند المراهقين، لأنه هاي الصراحة إذا كان مسارحني فيها أنا راح أساعده وأدله على الطريق. لو ربما يكون يعني إذا ما كان صريح معي وأنا كنت متقبل صراحته، ممكن يتجه اتجاهات خاطئة، فأنا بدله على الصح في يعني كيف يمشي كيف يتصرف. فهذا الأصول إنه الأب ما يتحسس من صراحة ابنه. بدي أسألكم سؤال، لو واحد فيكم حب وحدة، هل رح تصارحوا أهليكم أو لا؟ رح تحكوا لهم؟ والله مش عارف، مش مجربين لسه. وإنت؟ أكيد لا. ليه؟ ما رح تحكي لأهلك؟ والله وهذا بدك صعيب، يعني إحنا لأنه شرقيين بنلاقيها صعبة شوي، صعبة شوي يعني ممكن يصير رفض، ممكن نحكي للوالد يعني لأمها يعني ممكن بطريقة غير مباشرة، أما أنا أروح على مباشر صعب. طب لو ابنك، بالعادة دائما الأبناء بيكونوا أقرب لآبائهم، فهل رح تستوعبه وتحتوي؟ ممكن الابن ممكن أستوعبه وأحكي معه، ممكن أقول له عن التجارب السابقة، أنا إذا كان عندي تجارب سابقة أحكي له إياه وأنصحه يعني. هسا شوفي، إذا الموضوع يعني أنا ماخذه بجدية أكيد رح أصارح أهلي فيهم وأحكي لأهله، على إنه عشان نمشي بطريق مستقيم، يعني فهمتي كيف؟ مش إنه زي التخويت اللي بتصير بهذا الوقت. بصارح. هي كفكرة إنه حب حدا يعني بنت، كفكرة مش مرفوضة عندي، مش مرفوضة، بس إنه في حدود، في بتعرفي التوافق الاجتماعي، النسيج الاجتماعي بين الناس. بدي أفهم إنه هاللي حبها يعني بتليق بالمستوى إنها بنت جدية، هو صحيح حب مراهقة راح يكون، بس لازم يكون في إشراف من الأهل، خاصة إذا إنه أجا وحكالي وما خباش علي، فأنا لازم أحترم هالإشي وأقدره، مش إني أنا بده يعني أو إني أعنفه ولا كذا، لا، لازم أكون معاه خطوة بخطوة سواء ولد أو بنت.